السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول الفوكاب كلمات يونت 6 الوحدة الستة بالدروس الأول والتاني والتالت والرابع، الدروس اللي موجودين في الوحدة بإذن الله. يلا بينا مع بعض. بسم الله الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلمات الدرسين الأول والتاني عندي كلمة أسس، يعني يقيم ويحلل. decline ينخفض أو انخفاض. efficiency كفاءة. productive منتج. productively إنتاجية. vary يتغير أو يتنوع. عندي كمان achieve يحقق وينجز. analyze تحليل. conclusion ختام أو استنتاج. diary يوميات أو مذكرات. individual فرد. mention يذكر. period فترة من الوقت. positive إيجابي. regularly بانتظام. significantly بشكل كبير. avoid يتجنب. all بومة. private خاص. response رد استجابة، رد أو استجابة. طيب result نتيجة. stress قلق. task مهمة. tip نصيحة أو تلميح. analyze يحلل. delay يؤجل ويؤخر. distracted مشتت. effectiveness فاعلية. عندي كمان hand يسلم. honest مخلص وصادق وأمين. interrupt يقاطع ويعترض. procrastinate يماطل. procrastination مماطلة اللي هو النون منها. طيب تعالوا كمان نشوف، عندي draw conclusions يستخلص استنتاجات. عندي come over يزور. effects of تأثير لي. keep a diary يكتب يوميات بانتظام. make a study plan يعد خطة، يعد خطة للمذاكرة. lead to يؤدي إلى. تعالوا كمان نشوف مع بعض focus on vocab. عندي assess اللي هي to make a judgment اللي انت تعمل تقيم about a situation or a person، بتعمل تقييم لموقف أو لشخص. طيب أو بتحلل كمان. طيب decline اللي بتساوي كلمة decrease معناها ينخفض، ودي ساعات decrease سواء في الكوانتيتي أو importance سواء في الكمية أو الأهمية. طيب عندي كمان efficiency يعني the quality of doing something well اللي هي الكواليتي القصية بتاعت الفعل القيام بالشيء بشكل كويس. without wasting time بدون، هي معناها كفاءة بدون إضاعة الوقت أو للموني أور إنرجي أو المال أو للطاقة. طيب productivity يعني إنتاجية. the rate معدل at which goods اللي هي البضائع are produced بيتم إنتاجها. and the amount produced والكمية اللي بتنتج. طيب عندي كمان progress اللي هو التقدم. قال لي getting better at doing something انت تصبح احسن في فعل شيء. raise معناها يرفع او يزيد. to move انت تتحرك. or lift او تصعد something شيء to a higher position لمكان اعلى او place او مكان or level او مستوى. vary معناها يتغير او يتنوع اللي بتساوي they are all different from each other مختلفة كل منها عن ايه الاخر. بنكمل مع بعض notes on vocab. هيبقى هنا بيقولي delay يعني يؤجل أو ينتظر حتى وقت لاحق لفعل شيء. to wait ينتظر until a later time لوقت متأخر. to do something للقيام بفعل شيء. طيب procrastinate يماطل أو يؤجل فعل شيء يجب فعله. قالي to delay doing something that you ought to do انت محتاج اللي انت تعمله. progress ليتقدم عملية التحسن في أداء شيء. the process العملية of getting better انت تبقى أحسن at doing something في فعل شيء. طيب بفرق بينها وبين كلمة advance اللي هي التقدم أو اكتشاف أو اختراع أو تغير بيجلب التقدم. طيب كمان عندي break through اللي هو إنجاز أو اختراق، اكتشاف أو إنجاز هام خاصة ما يحدث بعد فترة طويلة من المحاولة.
طيب عندي كمان بفرق ما بين reason و explanation و excuse. reason اللي هو السبب، ببرر لسبب حدث أو قيام بفعل. طب explanation بفسر مجموعة من الأسباب بتوضح سبب حدوث شيء. excuse اللي هو عذر، ببرر لشيء فعلته أو كان يجب أن أنا فعله، وغالبا غير حقيقي وغير دقيق. طيب تعالوا نفرق ما بين aim اللي هي بتساوي كلمة goal و target و ambition. aim أو goal اللي هو الهدف أو الشيء تأمل أن تحققه بفعل شيء. target اللي هو المستهدف أو الكمية أو المقدار تريد أن تحققه. ambition اللي هو الطموح، شيء بتأمل أن تحققه في حياتك أو مهنتك في المستقبل. بنفرق برضو ما بين diary و journal و blog. diary اللي هي يوميات أو مذكرات بسجل أحداث أو أراء. journal اللي هو يوميات بيكتبها شخص هام. blog اللي هي مذكرات أو تسجيل أراء على أحد المواقع الإنترنت. تعالوا كمان نقول إن بستخدم صيغة المفرد وليس الجمع مع العدد، زي في كلمة year و months. هنا قال لي 16 to 18 year، قال year مقالش years، قال year all the students. طيب تعالوا كمان نشوف إن بستخدم الفعل في ing كمفعول. some students have is studying all night. استخدمت هنا إيه؟ studying هنا كفعل في ing كمفعول بعد الفعل is وليس مضارع مستمر. طيب عندي كمان تراي، قال لي تراي بيجي بعدها فعل في ing بمعنى يجرب، او تو زائد الفعل في المصدر معناها يحاول. كمان عندي هنا make دايما بتيجي معاها تو، ولكن هنا جالنا make بدون تو، make anyone study على طول من غير تو. تعالوا نبدأ مع بعض في كلمات lessons 3 and 4 من unit 6. بيقول لي هنا كلمة زي drawback اللي هو عيب، عيب في شيء او يعني حاجة مش مظبوطة فيه. evaluate يقيم. impact تأثير او الصدام. عندي كمان logic يعني منطق. manage ينجح او يتمكن او بيتحكم فيه. عندي naturally بشكل طبيعي. overall يعني اجمالي او بصورة شاملة. طيب كمان عندي alone يعني بمفرده. anxiety يعني قلق. beliefs معتقدات. brainstorming عصف ذهني. burned out اللي هو منهك او محترق الاعصاب. عندي chaos يعني فوضى. chaos فوضى. عندي commuter يعني مسافر يوميا الى العمل. cortisol، cortisol يعني اللي هو الكورتيزول. كمان معنا definition يعني تعريف. discussion مناقشة. disturb يزعج. hormone اللي هو الهرمون. عندي كمان involve يتضمن. performance أداء. priority يعني أولوية. reflection تفكير أو تأمل. عندي session جلسة. stressful مجهد. summarize يلخص. tough قاسي أو عنيف. absolutely بالتأكيد أو تماما. alternative بديل. blog مدونة أو يقوم بالتدوين. cycling ركوب الدراجات. cyclist اللي هو الراكب نفسه الدراجة. earplug سدادة الأذن. evidence دليل. fan معجب أو مشجع. grade تقدير في اختبار في صف دراسي. massive ضخم أو شاسع. mentally عقليا أو نفسيا. olympics الدورة الأولمبية. performance أداء. عندي كمان pilo يعني وسادة أو مخدة. استراتيجي استراتيجية. come up with ideas يستنبط أو يخرج بأفكار. make a difference يعني يحدث فرقا. عندي pros and cons of مميزات وعيوب. pros مميزات cons عيوب. عندي كمان set world records يحقق أرقام قياسية عالمية. طيب نيجي بقى الفوكس اون فوكاب للدرسين الثالث والرابع من الوحدة السادسة. بيقول لي blog يعني a web page صفحة على الويب. containing information تحتوي على معلومات. or opinions أو أراء from a particular person من شخص معين. or about a particular subject أو عن موضوع معين. information is added والمعلومات بتضاف فيها regularly بشكل منتظم. طيب عندي drawback اللي هي معناها عيب. advantages يبقى عيوب. of a situation لموقف أو plain أو product أو في منتج. طيب grade بتساوي a mark درجة أو تقدير. student is given الطالب يتم إعطاؤه ليها يعني بيتم إعطاؤه الدرجة دي for their work لعملهم or for an examination أو الامتحان.
طيب logic يعني حاجة منطقية, a way of thinking طريقة تفكير, that seems correct بتبدو صحيحة, and reasonable يعني معقولة أو في لها سبب يعني, set or a set of sensible reasons for doing something أو sensible reasons أسباب فيها إيه مشاعر أو إحساس for doing something لفعل الشيء, priority الأولوية that you think is most important حاجة أنت بتعتقد أنها very important مهمة جدا, that needs attention بتحتاج انتباه before anything else نهتم بيها قبل أي شيء آخر. طب تعالوا نفرق ما بين method واستراتيجي وتكتيكس. method اللي هي طريقة لفعل شيء خاصة المعروفة أو المستخدمة, method ماشيين على طريقة معينة. طب استراتيجي اللي دي ايه, استراتيجية مجموعة مخططة بعناية من الطرق لتحقيق شيء صعب أو يستغرق وقتا محتاجة استراتيجية. مال تكتيكس اللي دي طرق مستخدمة لتحقيق ما تريده في لعبة أو مسابقة أو معركة. طيب تعالوا نفرق كمان ما بين كوبي وفوتو كوبي وفورج وبايروت. قال لي هنا كوبي اللي هو بينسخ او بيصنع او بينتج شيء مثل شيء اخر, طيب بعمل نسخه من شيء يعني. طيب فوتوكوبي قال لي يصور مستند او ورق مكتوبه او يصور باستخدام اله. طيب فورج اللي هي يزور او ينسخ شيء مكتوب او مطبوع بطريقه غير قانونيه. طب امال الفرق بينها وبين بايروت ايه؟ قال لي ان بايروت هنا يقارصن يعني بينسخ شيء ويبيعه بطريقه غير قانونيه مثل الكتب والاسطوانات وبرامج الكمبيوتر, دي محدده كتب واسطوانات وبرامج الكمبيوتر. طيب لكن هنا فورج اللي هي يزور او ينسخ شيء مكتوب او مطبوع بطريقه برضو غير قانونيه, الاثنين بطريقه غير قانونيه ولكن دي كتب واسطوانات, بايروت اللي هي كتب واسطوانات وبرامج الكمبيوتر حاجات خاصه بالايه بالتكنولوجيا, لكن هنا ده شيء مكتوب او مطبوع فورج. هنفرق بقى ما بين براكتس وهابت وكوستم. براكتس دي ممارسة او اعتياد على شيء كجزء من العمل او حياة يومية, حاجة بيمارسها على طول. طيب امال هابت قال لي دي عادة شخصية بيعملها بدون تفكير. طيب كوستم قال لي عادة مجتمعية تقاليد يعني موجودة في المجتمع بيقلد فيها المجتمع بتكون مقبولة. ديسكشن وديبيت, ديسكشن مناقشة اعطاء اراء عن شيء مهم, لكن ديبيت دي بنظرة بيبقى فيها جدل وبيقلد طرفين مختلفين. طيب مانج قال لي معناها ينجح او يتمكن من, وبيجي بعدها لا اما اسم لا اما ضمير لا اما تو زائد الفعل في المصدر, لكن سكسيد بيجي بعدها لا اما اسم لا اما فعل في اي ان جي معناها برضو ينجح او يتمكن. طيب تعالوا كمان نشوف بعض الحاجات كده زي ايه. قال لي هنا انا عندي ووك اب فيلينج, قال لي هنا الفعل في اي ان جي بمعنى اصحو شاعرا بيه, ووك اب فيلينج يعني بيصحى شاعر بيه, بقى شاعر بايه بقى بيكمل بايه بقيه الجمله. طيب بيوضح الشعور بتاعه يعني. طب هنا should have done قال لي هنا بمعنى الندم, should have done هذا حاجة في الماضي. طيب كمان عندي هنا بيقول لي أنا عندي استخدام طرق غير رسمية عشان أقترح, so why not try it yourself, ليه أنت ما تجربهاش بنفسك, أو so why don't you try it yourself, أو ليه أنت ما تجربهاش بنفسك برضو, بس الاتنين صيغة الاقتراح ولكن غير رسمي. طيب تعالوا بقى نجيب مع بعض آخر صفحة في كلمات بالنسبة للترم الأول, هنجيب اللي هي revision 2 على الثلاث وحدات الأخيرة بالنسبة للترم الأول. عندي alternatively بدلا من ذلك, brain مخ, conflict صراع, efficiency كفاءة, عندي كمان inevitable يعني محتوم أو لا مفر منه, عندي whereas يعني بينما, كمان عندي survey دراسة أو تقييم, solution حل, level مستوى. بكده كمان يكون فضل لنا عندي get better at يتحسن فيه, in the first place في المقام الأول, compared to مقارنة ب, concentrate on يركز على, make changes to يجري تغييرات على, react to يكون برد فعل ليه. نكون خلصنا الكلمات بتاعت يونت 6 وكمان خلصنا كده بالجزئيات اللي احنا خلصناها قبل كده كمان في الفيديوهات السابقة, خلصنا الكلمات اللي في الترم الاول. ان شاء الله انتظرونا في جرامر يونت 6, دمتم في امان الله.